اخبارنا النهارده الحقيقه الخبر اللي جاي ده انا شايفاه برضو خبر حلو جدا، بيقدر المواطن وبيقف معاه وبيفتح مساحه للحوار. دشن مجلس الوزراء منصه حوار للمشاركه المجتمعيه، وهي اكبر منصه تفاعليه. بتستهدف ايه المنصه دي؟ تستهدف تحقيق افضل مشاركه مستدامه للمواطنين في عمليه صنع القرار، ودي حاجه حلوه جدا. يعني هيكون في حاله من الحوار المتبادل ما بين هذه المنصه الحكوميه والمواطن. بتوفر بقى فيها ايه؟ قناه اتصال مباشره تتضمن الاستفاده من كافه الاراء ووجهات النظر المختلفه للنهوض بالاداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الراي كمان هيكون موجود العام حول مختلف الأراء. قضايا، وايضا بيكون في كده بقى في النهايه ايه، يعني اشياء بينتبه ليها، وجهه نظر هنا وجهه نظر هنا، وبتخلي كمان المواطن حاسس ان هو مشارك او ليه راي او ليه وجهه نظر حتى في صنع القرار. طبعا كل اللي حصل ده كان تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي اللي اقيم في مصر سنه 2022. اكد كمان مجلس الوزراء ان اطلاق منصه المشاركه الاجتماعيه بياتي استكمالا لسلسله من الخطوات اللي تم اتخاذها خلال الفتره الماضيه لتعزيز الحوار المجتمعي بعد اطلاق منصتين الكترونيتين وتطبيقهم على الهواتف المحموله للاستفاده من مختلف الاراء المجتمعيه. انا شايفه ان دي بجد حاجة حلوة جدا، بدل ما احنا قاعدين نسمع آراء هنا وهنا، لا انت هتقول رأيك بمنتهى الحرية في كل القضايا والموضوعات، واتصال كده اللي هو هات وخد بينك وبين الحكومة. خليني ناخد مزيد من التفاصيل ونعرف الحكاية والمنصة هتكون متاحة ازاي، وازاي انا كمواطن هقدر ان انا اقول وجهة نظري، ووجهة نظري دي يكون لها ايضا قيمة وبحث. معايا المهندس مدحت البكري المدير التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ شفكي، واهلا بالساده المشاهدين. مساء الخير. يعني المنصه دي الحقيقه اعتقد خليني اقول ان هي جايه في وقتها تماما، وهي فكره ان المواطن يحس انه هو كمان عنده وجهه نظر، عنده احيانا اراء، فازاي ده هيتم من خلال هذه المنصه؟ هو زي ما حضرتك قلتي بالظبط، المنصه يعني على درجه كبيره من الاهميه، لانها تعتبر يعني زي قناة اتصال بين الحكومة والمواطن من جهة، وكمان الحكومة والخبراء والمتخصصين من جهة أخرى. وطبعا يمكن واحدة كان من أهم التوصيات في المؤتمر الاقتصادي اللي كان على رأسها وضع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية، ده ما كناش هنقدر نحققه إلا لما نعمل انجيجمنت للخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي والحكومة، على أساس إن احنا نقدر نطلع بتوصيات نقدر ننفذها على ارض الواقع، وكمان نعمل انجيجمنت للمواطن في القضايا اللي بتهم الحكومه وبتهم الواقع المصري. تمام، عايزين تفاصيل اكتر عن المنصه، يعني هتبقى موجوده على طبعا موجوده الكترونيه، التواصل بقى هيبقى ازاي؟ المواطن هيقول ايه؟ الموضوعات اللي هتطرح ايه عشان يشارك فيها؟ هي فعلا منصه رقميه موجوده على شبكه الانترنت تحت عنوان حوار.idc.gov.eg. يقدر المواطن بمجرد دخوله هيقدر يعمل عملية تسجيل الدخول، هتجيله استمارة بسيطة جدا بيسجل فيها البيانات الأساسية بتاعته، وبمجرد ما بيسجل البيانات الأساسية بتاعته والبريد الإلكتروني الخاص بيه هتجيله رسالة زي تأكيدية إن بتتحقق من البريد الإلكتروني الخاص بيه. مجرد ما عمل اكتيفيشن هيقدر يخش على المنصة ويشارك في منتدى الحكومة اللي موجود، واللي بالفعل موجود عليه بعض الموضوعات اللي مطروحه حاليا للنقاش. وبالفعل على الرغم ان احنا اطلقنا المنصه بالامس، الا ان الحمد لله في مشاركه من عدد، في يعني ابتدى يبقى في حوار من عدد من المشاركين ويحطوا الاراء بتاعتهم على الموضوعات المطروحه بالفعل. يعني انا مثلا، اتفضل يا فندم، يعني انا مثلا لو مواطنه فانا هدخل وهعمل التسجيل وكده، وبعدين هلاقي الموضوعات المطروحه هدخل على اي موضوع وهكتب رايي، هل هيفضل رايي موجود ويفضل التفاعل موجود ما بيني وما بين يعني اللي موجودين بقى على المنصه؟ بالفعل يا فندم، حضرتك لو دخلت دلوقتي هتلاقي الموضوعات اللي مطروحه، الاراء اللي تم وضعها من قبل المواطنين موجوده، والناس تقدر تعلق، وطبعا بيتم دراسه الاراء اللي مكتوبه دي والافكار كمان، في سكشن خاص بالافكار والمبادرات دي بقى انيشيتيف من المواطن، مش بالضروره ان هو يشارك في موضوع مطروح بالفعل، لا كمان يقدر يخش يحط فكره او مبادره جت في دماغه شايف انها ممكن تحسن الوضع او ممكن يعني ليها اضافه
للحكومة، الحكومة بتراجع الأفكار والمبادرات، وده على غرار ما تم في المؤتمر الاقتصادي. يمكن طبعا كان الموقع بتاعه كان فيه نافذة خاصة بالأفكار صحيح. والمبادرات، اطرح عليها أكثر من 700 فكرة تم دراستهم بالكامل، واتعمل لقاءات وتقييم لكل الأفكار اللي اتطرحت، والأفكار اللي كانت يعني جيدة تم عقد لقاءات تفصيلية وفردية مع السادة اللي قاموا بطرح الأفكار دي، واتعمل بها التوصيات واتبعتت للجهات المعنية في الدولة. اعتقد هي منصه يعني انا سعيده بيها جدا، لانه خليني اقول يعني اقول لحضرتك بمنتهى الصراحه، ما هو احنا عندنا ساعات كلنا بندخل على السوشيال ميديا وبنشوف اراء هنا وهناك، وفي اراء بتبقى الحقيقه اراء كويسه لمواطنين محبين لبلدنا وعايزين بجد يشاركوا وعايزين يطرحوا اراء كتير، فاعتقد بدل اهدار الوقت في حاجات هنا هيكون مفيد جدا ان هم يقولوا رايهم، وبالتالي يبقى الراي مسموع ويبقى في وجهات نظر. هل مثلا لو اجمع عدد كبير عن موضوع معين ايا كان القضيه المطروحه هتبقى على منصه الحوار، هيكون في انتباه لهذه الاراء المختلفه؟ هو بالفعل يمكن زي ما قلنا في المؤتمر الاقتصادي، الافكار اللي اتطرحت فيه على الموقع الالكتروني الخاص بي تم تشكيل لجنه متخصصه من الجهات المعنيه بالدوله للموضوعات والقطاعات اللي هي ليها علاقه بالافكار اللي تم طرحها، واتعمل استمارة تقييم يعني إلكترونية، دخلت الأفراد وقيموا الأفكار كلها اللي اتطرحت، والأفكار اللي كان ليها يعني درجة تقييم عالية بالفعل تم أخذ الأفكار بتاعتهم في الحسبان واتخذ عليها أكشنز من الجهات. فإن شاء الله بإذن الله هيتم دراسة الأفكار والمبادرات اللي اتخرج من المواطنين ومن كل الزائرين للموقع بعناية، وإن شاء الله يبقى فيه مطلوب على الدولة إن شاء الله. ده شيء جميل جدا إن أنا أحس أنا مواطن ليا صوت مسموع، وأقدر كمان يعني أدخل في حوار مجتمعي وأقدر أقول رأيي، ويبقى الرأي ده يعني يشارك ولو بجزء بسيط من صناعة القرار. أنا بشكرك جدا، بس قبل ما تسيبنا مهندس مدحت بستأذنك حضرتك تقول لنا تاني المنصة أو الويب سايت الناس اللي هتخش عليه. هو حوار hewar.idcidfc.gov.eg. تمام اكيد، واحنا اكيد هيبقى موجود بعد شويه اكيد عندنا على الشاشه. بشكرك شكرا جزيلا، اتمنى التوفيق، ومن وقت للتاني نتابع منصه الحوار ونشوف يعني وصلت لايه، والناس كمان اكيد هيبدا التفاعل عليها. مهندس مدحت البكري المدير التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اشكرك شكرا جزيلا.